الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، كان آخر ما توقفنا عليه هو المعوق التاسع، وهو اليأس واحتقار الذات. وقرأنا منه شوطا كثيرا، وكان بالضبط ما توقفنا عليه هو قول المؤلف: ولا شك أن ترك المعاصي من أعظم الأسباب التي تعين على الحفظ. والشافعي يقول كلاما جميلا، ثم ذكر كلام الشافعي، وتوقفنا عند ترجمته ولم نكملها. وأردت أن أقف على شيء من ترجمة الإمام الشافعي. هذا الرجل، هذا الإمام الهمام الذي لا يخلو طالب علم بعده إلا ومر على تراثه، إلا ومر على علمه، الشافعي ذكرنا شيئا من ترجمته، فقد ذكرنا اسمه، وذكرنا أيضا بعض مؤلفاته وبعض أقواله. أيضا مما جاء في حق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما قاله فيه تلميذه، قال: كان الشافعي رحمه الله تعالى يختم القرآن في رمضان مرتين في اليوم، كل ذلك في الصلاة. نعم، وهذا من كراماته رحمة الله عليه، هذا من كراماته رحمة الله عليه. كيف له أن ينسى القرآن؟ كيف ينسى القرآن من يختمه مرتين في اليوم؟ كيف ينسى القرآن من يختمه مرة في اليوم؟ بل كيف ينسى القرآن من يختمه مرة في الأسبوع؟ لا ينسى القرآن من يختمه مرة في الأسبوع، بل قل: كيف ينسى القرآن من يختمه مرة في الأسبوعين؟ وهذا قصارى ما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أطول من يختم فيهم كما روي ذلك، كان يختمه في جمعتين. أيضا قال الحسن ابن علي الكرابيسي رحمه الله، وهو من تلاميذ الشافعي، قال: بت مع الشافعي 80 ليلة، كان يصلي نحو ثلث الليل، لا يمر بآية رحمة إلا سأل لنفسه وللمسلمين الرحمة، ولا يمر بآية العذاب إلا تعوذ بالله منها، وسأل النجاة لنفسه ولجميع المسلمين، وكأنما جمع له الرجاء والرحمة. هذه سنة رسول الله، كان إذا قرأ، وهذه سنة من؟ الإمام والمنفرد على الراجح، أما المأموم فلا يستمع. الإمام والمأموم والمنفرد إذا صلى ومر بآية الرحمة سأل الله الرحمة، إذا مر بآية العذاب تعوذ بالله، إذا مر بآية الجنة سأل الله الجنة. هذه السنة، وهي مهجورة ولا يفعلها كثير من الناس إلا طلاب العلم. أثناء الصلاة وأنت تقرأ، فإذا وصلت إلى آية فيها ذكر النار، بين الآية والآية تتعوذ: أعوذ بالله من النار. وكذا إذا وصلت إلى آية الجنة تسأل الله الجنة: اللهم إني أسألك الجنة. الرحمة أيضا، هذه سنة رسول الله. هذا يفيدك أمرا مهما جدا، جاء في السلسلة الصحيحة حيث صحح ذلك الإمام الألباني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله المغفرة للمؤمنين والمؤمنات كتبت له بكل مؤمن حسنة. كم من مؤمن منذ آدم إلى قيام الساعة، كم من مؤمنة منذ آدم إلى قيام الساعة؟ إذا قلت اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات، أو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، كتب الله لك بكل مؤمن حسنة. المهم يكون السؤال أو الدعاء بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات، يجوز أن نضيف للأحياء منهم والأموات، وهي مأثورة، وهي مأثورة. نعم، لا، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا قيل في التعبير المسلمون والمؤمنون، فالمسلمون هم ليس المؤمنين، المؤمن المسلم، إذا اجتمع مع المؤمن فإن المؤمن أعلى درجة من المسلم. ولكن إذا جاء في التعبير لفظ المسلم فقط، فالمراد به المسلم المؤمن، المسلم والمؤمن لا فرق.
وإذا جاء في التعبير لفظ المؤمن فقط فإن المراد به ماذا؟ المسلم أيضا. فهذا معنى إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع في المعنى في التعبير. فالشافعي كما ترون وكما تسمعون كلامه يشبه كلام الأنبياء، فيه حكمة بالغة. يقول رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة إلا شبعة فطرحتها، لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. فكانوا يتأملون ويستنتجون حتى من شبعهم وجوعهم. فملء البطن للتخمة أو إلى غاية الشبع الشديد يثقل صاحبه فيظهر له النوم، فينام نوما عميقا فيضيع قيام الليل ولربما ضيع الصبح، وهو لا يجعلك تركز مع المحفوظ. فقد قال أحد السلف: كنا نستعين على الحفظ بالجوع، كنا نستعين على الحفظ بالجوع. أقول وهذا ليس مطاردا في كل الناس، فمنهم من إذا كان جائعا لا يحفظ حرفا، ومنهم من لا يشتد حفظه إلا وهو شبعان، وهكذا. فطبائع الناس تختلف. أما ما يروى نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع، فهو مكذوب عن رسول الله، لا يصح عن رسول الله، مكذوب. وبعض مشايخنا يراه موقوفا على عمر، والمحققون يطعنون فيه وهو موقوف على عمر رضي الله عنه، فلا يصح، السند باطل. بعضهم قال لا أعلم له أصل، وبعضهم قال مكذوب. الإشكال ليس في هذا، الإشكال في نسبتها إلى رسول الله، هذا كذب عليه وكذب على الصحابة. لو قلنا قال حكيم من الحكماء لكان ذلك أسلم، لكن أن ننسبه إلى رسول الله وإلى الصحابة لابد أن يكون في ذلك السند صحيحا. نعم. وقال تلميذه أيضا: كان الشافعي جزأ الليل 3 أجزاء. الأول يكتب، طلاب العلم انتبهوا، الأول يكتب والثاني يصلي والثالث ينام. قسم الليل إلى 3 أجزاء. الثلث الأول يكتب فيه، يلخص أو يؤلف، المقصود يؤلف. والثلث الثاني يقوم يصلي، والثلث الثالث ينام فيه رحمه الله تعالى. وفي هذا الزمان دمرت الشبكات الاجتماعية طلب العلم عند بعض الناس، حتى لا نجمل، دمرتها. فتجد طلاب العلم من المفروض أنه يتفرغ للتلخيص وللحفظ والبحث، فتجده لا يعرف كيف ينظم نفسه. اجعل جزءا لذلك الشيء ولا تهمل جزءك الآخر، لأن الإشكال في الإهمال الكلي. وقلت لكم مرة ولا بأس أكرر، والله لو تخصص في الليلة نصف ساعة لطلب العلم الشرعي، بعد أشهر أو أعوام قليلة تصير من خيرة الطلاب، نصف ساعة في اليوم. لكن الإشكال أننا لا ندري أو لا نخطط، الإشكال أننا لا نخطط. وقد درس بعضكم أن الخطة تجعل الأخطاء على الأوراق لا على الواقع. خطط لنفسك، لا يمر عليك يوم إلا وقد لخصت صفحات معينة، إلا وقد استمعت ودونت نصف ساعة من مجلس فقهي أو عقدي. ولا بأس أن تنشر المنشورات الدعوية في الفيسبوك، أو أن تحادث من تحب في الفيسبوك، لا بأس، ولكن ليس على حساب طلبك للعلم، هذا المقصود. أن تجعل ليلك كله في العلم يصعب عليك هذا، فليس لك ذلك الحب العظيم الذي يحملك على هذا للعلم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السمر بعد العشاء، جاء في ذلك السمر يعني السهر. ولكن قسم ابن تيمية بعد نظر في الأدلة السمر بعد العشاء إلى 5 أقسام: سمر واجب، سهر مستحب، وسهر مكروه، وسهر محرم، وسهر جائز. أما السهر الواجب فالذي يسهر يحمي ثغور المسلمين في وقتنا كالدركي والشرطي الذي يعمل في مثل هذا، أو الذي يسهر لحراسة شيء كلف به بصفة عامة، هذا اسمه السهر الواجب. وعندك السهر المستحب، وهو أن يسهر الإنسان في قيام الليل مثلا. وعندك السهر المكروه،
السهر المكروه كأن تقضي ليلك كله فيما لا نفع فيه ظاهر، تقضي الليل كله فيما لا نفع فيه ظاهر، كالذي يقضي ليله في قراءة الروايات وقصص الناس المترجمة من عند الغرب التي لا عبرة فيها ولا هم يحزنون، بل حتى وإن كان فيها العبرة لا يقضي فيها الوقت الطويل. وهنالك السهر المحرم كأن يسهر الإنسان في الحرام الظاهر البين، وعندك السهر الجائز كأن يسهر الإنسان مع شخص، كأن يستقبل ضيفا فيسهر معه فهذا سهر جائز، أو أن يسهر الإنسان في دراسة أمر دنيوي ينتفع به هذا سهر جائز. هذا تقسيم رائع من شيخ الإسلام، وأما الأمثلة فمني كي أقرب لكم المقصود فقط. قال: لأن الشبع يثقل البدن، وقد أنكرت عائشة على الرجال الذين بدت بطونهم في ذلك الوقت، وقالت: ما كانوا قديما يعرف عنهم هذا. أيضا قال: ويقسي القلب، فالأكل الكثير يقسي القلب، لأنك ستبتعد عن التفكير في الفقراء والجوعى ممن يأكل من الزبالة، أكرمني الله وإياكم ممن نراهم بيننا. أيضا يزيل الفطنة الذكاء، يزيل الذكاء، كثرة الأكل تورث الحماقة ويجلب النوم، مر معنا. ويضعف صاحبه عن العبادة، لعل هذا يشبع، لعل صاحب هذا الصراخ ممن يشبع. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. رفع الصوت هكذا لا ينبغي. على كل حال، الإمام الشافعي له شيوخ أجلة كثر بالمئات، والشافعي لم يبدأ العلم الشرعي حتى استمع إلى كلام الأهل البادية ولغاتهم، فأتقن العربية إتقانا عظيما جدا قبل البدء في العلم الشرعي. ولهذا قال العلماء: كلام العرب حجة إلى غاية انقضاء عهد بني أمية، ويستثنى ممن بعدهم الإمام الشافعي. فإذا قال الإمام الشافعي كلاما أو بيتا يجوز الاحتجاج به في تفسير آية، إذا قال الكلام رجل من العهد العباسي وممن أتى بعدهم، فمهما كان كلامه ليس حجة على القرآن إلا الشافعي، فهو أتى في زمن المتأخر ولكن كلامه حجة في تفسير آية وفي تفسير الحديث. البشير الإبراهيمي من الفصحاء والبلغاء ومن أهل العربية، والبشير الإبراهيمي له رسالة لم يؤلف مثلها، ولا أظن أنه يؤلف مثلها بعدها، رسالة حول الضب، الضب عند العرب. الضب، أنت قد تستغرب فتقول: ما الداعي، ما الداعي للتأليف في هذا؟ والله كتاب ثري باللغة العربية، ليس المراد منه الضب فقط، بل حتى العربية. وقد استدرك البشير الإبراهيمي على بعض النحات والبلغاء القدامى الأجلة، واستدرك عليهم استدراكا بالغا، يعني قويا جدا، وذلك في قول العربي في مثال لهم: جحر ضب خرب، جحر ضب خرب. الخرب على من يعود أو على ما يعود؟ على الجحر. ها، الإمام البشير الإبراهيمي رد عليهم ردا فقال لهم: هذا مثال حاش للعرب أن تقول بمثله، وهو مذكور في كتب العرب القدامى، ولكن البشير الإبراهيمي برأ اللغة العربية منه، قال: بل هو كلام سوقي عند العامة قديما. كيف ذلك؟ أن العرب ما كانوا يتوقفون على المتحرك، وهم يستدلون به على أن خارب يعود على الجحر، جحر الأصل جحر ضب خارب، ها هو قال جحر ضب خارب، قال لك العرب كيفاش عرفتوا باللي مكسورة والعرب تقف على الساكن؟ البشير الإبراهيمي آية من آيات الله في اللغة العربية، بالرغم من هذا كله إلا أنه لا يصل إلى أن يكون كلامه حجة في تفسير القرآن. أما الشافعي فكلامه حجة على الراجح. من شيوخ الشافعي ابن عيينة، سفيان ابن عيينة الإمام الجليل، والإمام مالك، قلت من شيوخه سفيان بن عيينة، والإمام مالك إمام المذهب،
إمام دار الهجرة، هذا الرجل العلم. أيضا من شيوخه مطرف ابن مازن الصنعاني رحمة الله على الجميع، ومن شيوخه وكيع بن جراح، وكيع بن جراح الرواسي، وحماد بن سلمة، وله كتب كثيرة مر معنا الإشارة إلى بعضها كالرسالة وككتابه الأم، وله ديوان شعر جمع له معروف، ديوان الشافعي مشهور، وشعره فيه الحكمة، فيه الحكمة وجل ما ينشد في هذا الزمن من كلام الشافعي. يقول المؤلف: والشافعي يقول كلاما جميلا، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. احفظوا. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. نعم، وكيع بن جراح الرواسي يروى، والعلم عند الله، أن الشافعي كان يمشي فسبقنه نسوة فهب الريح فبانت ساق إحداهن، فنظر إليها نظرة صدفة، ونظرة الصدفة لا يؤثم صاحبها كما في الحديث، فنسي ما شاء ربك من العلم. فلما ذهب إلى الإمام وكيع بن جراح قال له: نسيت كذا وكذا من العلم. فقال له وكيع بن جراح: إن سبب هذا النسيان هو المعاصي. فأنشد الشافعي هذين البيتين: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. المعاصي والحفظ لا يجتمعان، المعاصي والحفظ لا يجتمعان. فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور. الله تعالى لا يؤتي العلم المقرون بالزكاء والبركة إلا للتقي، وقد يؤتيك ربك العلم كي يكون حجة عليك يوم القيامة. مسلمين، المسلمين، نحن نحكي عن المسلمين، عن العلم الشرعي، هذاك علم دنيوي وليس بابنا، نحن نحكي عن العلم الشرعي، واضح؟ فمن المسلمين من له العلم الشرعي، يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويحفظ العلم وفنون العلم الشرعي، ولكن للأسف عدو للسنة وللدين، وما أكثر هؤلاء. هو يحفظ العلم كي يماري به ويجادل به، هو يحفظ القرآن كي يلبس على الناس به. ولذا جاء في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. المسيح الدجال لا يجادل بالقرآن، وإنما المقصود بالعليم المنافق العليم، أي عليم اللسان، أي فصيح اللسان، ممن يلبس على الناس أنه عالم شرعي، فيصعد المنبر ويتكلم في القنوات الإسلامية، وله وله من الأمور التي يلبس بها على المسلمين، له وسائل في ذلك. ولا أسمي، لا أسمي، ولكن هذا كثير. نعم، ليس هنا لا ينظر للنية، ينظر إلى موافقة أهل السنة. هو يأتي بالقرآن وبالسنة ويجيب لك معلومات، لكن تلك المعلومات تخالف ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة مثلا اتفقوا على أن الله مستوي على عرشه، هو يأتيك بالأدلة على أن الله في كل مكان، يعني هو خالف ماذا؟ أهل السنة. ما دام خالف أهل السنة كالأئمة الأربعة وغيرهم من علماء وأهل السنة فكلامه مردود، لأن الإنسان هذا المنافق العليم إذا أراد أن يلبس على الناس لا يلبس عليهم بالفلسفة، إنما بالقرآن وبالسنة. ولست مسميا رجلا في هذا المقام، فإن كان ولا بد فعدنان إبراهيم، إن كان ولا بد أن أسمي فإن هذا الرجل احذروه ولا أسمي غيره، وهم كثر، وهم كثر. فهذا رجل له مسجد، يخطب على منبره، له حضور تأثر به الناس، يدعو المسلمين وغير المسلمين إلى الإلحاد باسم الإسلام، وله أدلة في ذلك من القرآن والسنة ونحو ذلك، ولكن هذه الأدلة مدلولها لا يفهمه إلا طلاب العلم، فيلبس على العامة. أما طلاب العلم فلا يلبس عليهم، لأنهم يفهمون الأدلة بفهم السلف، أما هو فيفهم بفهمه. إذا عاد إلى السلف يأتيك بالمتشابهات، إذا كان كلام الرب فيه المتشابهات ما بالك بكلام البشر. نعم، لا أعلم من العلماء من يكفره، ولكن مقتضى كلامه الكفر، الذي يطعن في الأنبياء ويؤيد نظرية داروين، نظرية
لا نخرج عن الموضوع، أنا فقط أنبه. يا أخي جيب كراسي مكاشة. تفضل أروح لهنا، روح لهنا في زوج أحسن. هو يؤيد هذا ويقول هي قابلة لأن تكون نظرية صحيحة. فبالله عليكم كيف يكون هذا؟ ولهذا احذروه على دينكم، احذروه. فالشخص لا نسمي، لا نسمي، نحن في آداب طلب العلم ولا نسمي، واضح؟ شكك بعض العلماء في البيتين ولم ينسبهما إلى الشافعي، وقال إن وكيعا ليس من شيوخه، ولكن جاء في كتاب الأم للشافعي أنه روى عن شيخه وكيع، وبالتالي ثبت أن وكيعا من شيوخ الشافعي، فالبيتان له، لا سيما الأسلوب، فهو أسلوب الشافعي، أسلوب الشافعي رحمة الله عليه. قال المؤلف المعوق العاشر: التسويف. ضع في كل طاولة نسخة واحدة. نشرع الآن في المعوق العاشر، وسنقف في هذا الباب وقفة ضرورية. قال المؤلف المعوق العاشر: التسويف. التسويف هو أن يتماطل الإنسان ويقول سوف أفعل، لعل أفعل. والتسويف نهى عنه الله عز وجل في القرآن الكريم في آيات كثيرة، من بين ذلك قول ربنا عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. المراد سارعوا إلى أسباب المغفرة، فالعلماء هنا على أن هذا من باب حذف المضاف، سارعوا إلى أسباب المغفرة أو إلى أسباب مغفرة من ربكم. وجاء أيضا سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وذم الله عز وجل الذين يتسوفون بسوف. ورجاء ننتبه لا سيما الذين واللواتي لهم مشروع التوبة النصوح، جعلوا التوبة مشروعا سيحققونه كما يحققون باقي المشاريع، وكأن الأمر سائغ، كأنه يجوز أن تجعل التوبة مشروعا، التوبة على الفور. فإذا كانت نيتك التوبة وليس بينك وبين تحقيقها ما يحول، فإنك في معصية، فإذا داهمك ملك الموت مت على المعصية، فلينتبه إلى هذا. بعض الناس لا يقدر على التوبة لحائل كالمرض، نيته أن يتوب فسبقه المرض، مرض جعله يكون فاقدا للوعي مثلا ونحو ذلك. ولكن إذا أنت تقول أريد أن أتوب، نيتك طيبة، تريد، ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ اعطيني مانعا مقنعا. كيفاش توجد روحك للتوبة؟ من ليس له قناعة في التوبة والله ليس له قناعة في الإسلام. لا، ذكرنا في ماذا؟ في درس الشبهات حقيقة الورع. وش قلنا؟ وش قلنا في حقيقة الورع؟ ما درناش الورع. بعض الأقسام أخذنا معهم الزهد، الزهد أخذنا الزهد. طيب، مرادف من المرادفات. ألم نقل إن الزهد أو الورع هو أن هو ليس ترك ملذة الحياة، وهو أنك تنتهي عن الحرام وتفعل الواجب، ثم تنتهي عن المكروه وتفعل المستحب. انظر إلى حالك، التوبة هل هي في باب المستحبات؟ جيد، في باب الواجبات وفي باب المحرمات، فلا يجوز التراخي أبدا، لا يجوز التراخي. وفي الحديث: إذا سمعت فأجب، إذا سمعت الحق الذي له دليله من القرآن والسنة فأجب ولا تسوف. فالله ذم التسويف. من الأدلة قول الله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، ويلههم الأمل فسوف يعلمون. نعم، إلهاء الأمل، قال السلف أن تقول سوف أتوب. وقال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام: انظروا وقارنوا أنفسكم بالأنبياء الذين يؤتس بهم، وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت في الخير، لا تتماطل ولا تتكاسل ولا تقول سوف ولعل، بل سارع، عجل في الخير. في الدنيا تريث، في الدنيا تريث،
أما في الخير والتوبة على رأس الخير كله، عجل كالتجارة والبيع، لا تستعجل، تريث، اسأل، تثبت ثم اشتري. أما في التوبة عجل. وجاء في قوله عز وجل في سورة الكهف: وكان أمره فرطا. قال أبو الجوزاء رحمه الله قال: تسريف، وفي رواية تسويف. وعن عكرمة في قول الله عز وجل: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. ويقذفون بالغيب، سوف أتوب، كأنك ستدرك ذلك الزمن الذي ستتوب، والموت ينتظرك وأنت لم تتوب بعد. قال عكرمة: إذا قيل لهم توبوا قالوا سوف. هكذا هو فهم السلف رحمهم الله ورضي الله عنه. أما من السنة فالشيء الكثير، ومما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، كما في الحديث المعروف: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. نقف عند هذا الحديث ولو يسيرا لكونه من العز بمكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا. اغتنم أي بادر بهذه الخمس، قبل خمس، قبل أن تدركك الخمس الثانية. الأولى قال: حياتك قبل موتك، ما دمت حيا باب التوبة مفتوح، اغتنم. إذا مت أغلقت الكتب والصحف، ولا تقبل منك شيء إلا ما شاء ربك مما يعلمه بعضكم، كالصدقات الجاريات التي تنفع صاحبها. ولكن إذا لم تتب من معصية، لسيما إن كانت كبيرة، ومت فقد يسألك ربك عنها، بل قد يعذبك. فاغتنم حياتك ما دامت روحك في جسمك، اغتنم، فإذا فارقت روحك جسمك فلا ينفع. هذه الأولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصحتك قبل سقمك. أنت الآن تقدر على تقليب صفحات المصحف وقراءة المصحف، قد تشل ولا يتحرك منك إلا عينك. أنت الآن بوسعك أن تحمل خطواتك إلى المسجد، قد تشل ولا تذهب إلى المسجد، فتحرم من اللذة، لذة العبادة. أنت الآن لك نعمة السماع، قد تصم فتحرم من لذة سماع القرآن ودروس العلم. فاغتنم الصحة التي أنت فيها. وفي الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفراغك قبل شغلك. أن هنا المشكل الذي يبتلى به طلاب العلم، لا سيما طالبة العلم، هذا هو المشكل. كثير من طلاب العلم في هذه الفترة وفي هذا السن، وله ما له من الفراغ لا يغتنمه في العلم، إنما في أمور أخرى تافهة. فإذا ضغط عليه المجتمع واضطره إلى الزواج والوظيفة والسعي على العيال والأهل والاسترزاق لهم، امتلأ وقته، فلا يكاد يجد نصف ساعة يطلب فيها العلم. أين زملاؤنا الذين كانوا معنا في الحلقة؟ أين هم الزملاء الذين كانوا معي يلازمون المشايخ؟ أنستهم التجارة العلم الشرعي ودروس العلم. لما تقول له كاين حلقة، يقول لك: والله ما نقدر، عندي خدمة وجينك لي ورا جيني كذا. الشغل الشديد. المرأة أيضا إذا تزوجت هاجرت العلم إذا لم يعينها زوجها، لأن أشغال البيت والقيام بشؤون الزوج والذرية متعب جدا ومستنفذ للوقت. في طلب العلم، ما في شؤون، ليس في شؤون البيت. أنا قلت يعينها، أي في طلب العلم، يأخذها إلى الحلق، يحثها على الدراسة، يقرأ معها، تعرض عليه القرآن، يعرض عليها القرآن، هذا المقصود. وليس عيبا أن يعين الرجل زوجته في الشغل، ليس عيبا. لا ما في تشبه إن شاء الله. أنا يا جماعة أشعر بهذا فعلا، ووالله لولا الجهاد ولولا الوظيفة التي هي في التخصص، أنا أعلم نفسي لهجرنا العلم. لولا أن هذه الوظيفة تعين الإنسان على أن يواصل في الدرب،
وفيها ما فيها من الفراغ الحمد لله، لانقطعنا عن حلق العلم. حلق العلم بعد الفجر بعد العشاء في أماكن بعيدة، ساعة ذهاب، 3 ساعات حضور، ساعة إياب، ذهب نصف اليوم. الموظف والتاجر كيف يطلب العلم؟ الموظف في كل أيام الأسبوع من 8 إلى 4 كيف يطلب العلم لولا خطة محكمة وجهاد عظيم؟ الذي يعمل عملا بدنيا من 8 إلى المغرب، ولكم أن تتخيلوا أولياءكم وآباءكم وأعمامكم في مثل هذا، يأتي إلى البيت مرهقا متعبا، لا يكاد يرمي الخطوات، لا يكاد يحمل أقدامه، فكيف يطلب العلم؟ ولهذا قال رسول الله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا راحت نعمة الفراغ دمر عليك، لم يعد لك مجال لأن تعد من أهل الهدى وطلاب العلم، بل ستلهث خلف الدنيا ما بقي من حياتك ولن تشبع، وفي الأخير تقول وأسف على ما فرط. أيضا روى الإمام الترمذي وحسن ذلك الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا يبين أمل العبد البعيد وأجله القريب، فرمى حصاة قريبة، عيشوا الحديث بارك الله فيكم، رمى حصاة قريبة ورمى أخرى بعيدة. انتبهوا جيدا، لأن رسول الله أحسن من مثل، الأمثلة التي يصل بها المعنى. قال: وقال: هل تدرون ما مثل هذه وهذه؟ وأشار إلى الحصاة القريبة والحصاة البعيدة. قالوا: الله ورسوله أعلم، تواضع من الصحابة. وبعد موت رسول الله لا يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم، نقول الله أعلم. في حياة رسول الله كان الناس يقولون الله ورسوله أعلم، لما مات يقول الناس الله أعلم. قال: هذا الأجل وذاك الأمل، هذا الأجل وذاك الأمل، سوف، والموت هو هذا. رب إنسان هذا شأنه، رب إنسان يقول سوف أصنع وسوف أعمل، ولكن للأسف الموت أقرب إليه من شراك عليه، وبالتالي حال الموت بينه وبين أن يصير ما سوف لأجله. إذا قال سوف واتخذ الأسباب، سوف ولم يتخذ الأسباب لا أجر له. يعني مثلا يقول سوف أصير عالما، وبدأ يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويحضر دروس العلم، ومات وهو دون أن يصير عالما، له أجر، هذا واتخاذ الأسباب. أما أن يقول سوف أصير عالما وينام 8 ساعات في اليوم فلن يصير عالما.